إنه وقت التعلم مع ديزني جونيور. الألوان مع المابتس الصغار. إنها عجلة ألوان المابتس الصغار. أي ألوان ترونها على العجلة؟ أحمر مثل أنيمال، أصفر مثل فازي، أخضر مثل كيرميت، أزرق مثل جونزو، ووردي مثل أنسة بيجي. فلنراجع الألوان سوياً. قولوا معي هذه المرة. مستعدون؟ أحمر، أصفر، أخضر، أزرق، ووردي. الآن يمكنكم استخدام عجلة الألوان لمساعدة المابتس الصغار لفوز اللعبة والعودة للبيت. مستعدون؟ لنلعب معاً. هيا إلى المغامرة. أخضر مال. وكا 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 وكا. يا رفاق، الموسيقى تعني أن اللعبة بدأت. كيف نلعب يا كرمت؟ لكي نفوز علينا أن نصل إلى الباب الموجود بالأعلى، ولكن ستقابلنا الكثير من العقبات كهذه. يبدو أننا نقضي وقتا مثمرا. وقتا مثمرا. وكا وكا. استخدموا عجلة الألوان لتخمين لون الفراولة. أيمكنكم رؤية اللون الذي يشابه الفراولة؟ صحيح، إنه أحمر. أحسنتم. إنه وقت القوة الخارقة. نحن نبلي حسناً، لنواصل اللعب. محال، كيف سنتجاوز تلك البالونات؟ أنيمال يفرقع. حاول مجددا. لنا لن نستطيع تجاوز البالونات، هذا مستحيل. لا تقولي هذا، علينا أن نستعمل رؤوسنا. استخدموا عجلة الألوان لتخمين لون أول بالون. أيمكنكم رؤية اللون المشابه؟ صحيح، إنه أصفر. الآن أي لون يشابه ثاني بالون؟ أحسنتم، إنه أخضر. وأي لون يشابه ثالث بالون؟ أيمكنكم التخمين؟ صحيح، إنه الوردي. أحسنتم. أحسنت يا سمر. نجح الأمر. هيا يا رفاق، فلنكمل. توخوا الحذر، هذا مستوى الزعيم، أصعب جزء في اللعبة. نحن قريبون جدا من الفوز. ما هذه؟ الزعيم، إنها الوحش الأقوى في اللعبة، كاميلا زيلا. يا رفاق، هذه هي، إن تجاوزنا كاميلا زيلا سنفوز باللعبة. هذا المستوى النهائي. أيمكنكم تخمين أي لون يشابه الباب قبل أن ينتهي الوقت؟ بسرعة. صحيح، إنه أزرق. أحسنتم. فلنفعل هذا. سنطير بالنفاثة إلى المنزل. تمسكوا جميعاً. بمساعدة المابتس الصغار للعودة للبيت. الآن أي ألوان تعلمناها اليوم؟ فلنراجع الألوان مجدداً. قولوها معي. مستعدون؟ أحمر، أصفر، أخضر، أزرق، ووردي. أحسنتم. عناق جماعي. عناق، عناق. انقر شاشتك لمقاطع أكثر واضبط ديزني جونيور لمشاهدة عروضك المفضلة.